السلام عليكم مشاهدينا، يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى في الخضم الصراع السياسي القائم اليوم بين الكتل السياسية وتحديدا الكتل المعنية بمنصب رئيس مجلس الوزراء. لابد وأن يكون هنالك موقف رسمي من هذه الكتل، خاصة وإن مواقفها الآن بدأت في مرحلة ما بالتشظي. هنالك خلافات كبيرة بين الكتل السياسية، دعت بعض الأطراف وبعض الجهات من هذه الكتل الكبيرة إلى الاصطفاف باتجاه المكلف برئيس أو برئاسة الوزراء عدنان الزرفي، وأخرى بدأت تعارض هذا التكليف لحسابات أخرى هم يعرفونها. هذا السجال وهذا الأساس في الخلافات ربما وحده سيعرقل العملية السياسية ويعرقل ما من شأنه أن يحل الأزمات المتراكمة في البلد في الوقت الراهن، ومن خلاله أيضا يمكن القول بأنه ما مدى إمكانية هذه الكتل للمراوغة من أجل الاعتماد على الوقت، أو ما مدى بقائها في هذه الخلافات وعدم حسمها. لم تستطع كل الحالات السابقة التي وقعت على البلد منذ احتلال داعش إلى اليوم أن توحد الكتل السياسية باتجاه معين، يتحدون في جانب واحد ويختلفون على 100 جانب آخر. في مقاتلة داعش الكل توحد لمقاتلة داعش والكل أصبحوا أصدقاء، وحينما انتهت مسألة تنظيم داعش الإرهابي بدأت الخلافات تبرز، آخرها تشكيل الحكومة ومبادئ أساسيات العملية السياسية التي تتناغم أيضا مع مطالب الجماهير الحقة، وأن المطالب تلك المشروعة هي واضحة المعالم، ولكن فيما بين هذا وذاك لا تزال الكتل السياسية تخوض في مكانها بهذه الخلافات. رحبوا معي عبر السكايب الدكتور محمد القيسي الباحث في الشأن السياسي والأكاديمي. أهلا بك دكتور محمد وأهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، يا مرحبا، تحياتي لكم ولمشاهدي قناة سامراء الكرام. شكرا جزيلا دكتور. دكتور، بداية يعني بغض النظر عن خلفيات الزرفي، هناك من يقول بأنه، خلينا نكون صريحين، هناك من يقول بأنه رجل أمريكي، وهو الرجل الأمريكي الأول في المنطقة، هو جاء منذ كان بريمر هو الحاكم العسكري للعراق، وهو يحمل الجواز الأمريكي أو ربما مواطن أمريكي كامل، ويريد أن يقصي إيران، ويريد أن يقصي العملية السياسية اللي موجودة وراح يغير الدنيا كلها موجودة بالعراق، وحتى يقولون بأنه راح يسوي حرب، ما أكو هيك حكي يعني ما أعرف، ضد إيران. فهذا الصراع أو هذه الاتهامات بشخصية مارست العمل السياسي منذ عام 2004 إلى هذا اليوم، كل هذا الكم الهائل من الاتهامات تعتقدها صحيحة ومبررة لتصطف بعض الكتل السياسية برفض أي مكلف في هذه المرحلة وهذا الظرف الصعب اللي مر به العراق اقتصاديا أمنيا سياسيا صحيا؟ تفضل دكتور. نعم، الحقيقة برؤية موضوعية وعلمية أنا أعتقد أن البلد يمر بأزمة خطيرة جدا على مستويات عديدة، يعني تأخذ منحة أو طابعا استراتيجيا، وعندما أقول طابع استراتيجيا بمعنى أنها تمس كيان الدولة العراقية والمصلحة العراقية العليا والأمن القومي العراقي. حقيقة انطلاقا من هذه الثوابت الموضوعية أعتقد بأنه من غير الممكن يعني الارتهان إلى موضوع الانغلاق السياسي وأن يبقى الوضع هكذا متأزم وأزمة تلد أزمة وتتضاعف وتشعب. لا، لابد من الركون إلى آلية محددة، لابد من الركون إلى شخص وإن كان لا يحظى بتوافق الجميع، يعني على أقل تقدير يحظى بأغلبية مريحة تستطيع تمريره في البرلمان للبدء يعني بتشكيل عملية إرهاصات أولية لإعادة الأمل المفقود للمواطنين الكرام والدولة في العموم، على أمل أن يستطيع يعني تدريجيا معالجة بعض المشاكل التدريجية التي تمهد بعد ذلك انتقال المشاكل الكبرى. وبالمجمل نحن حقيقة يعني هي مرحلة انتقالية، يعني سواء السيد عدنان الزرفي أو شخص آخر أو ما شابه، هي مرحلة انتقالية، يعني يؤسس لشيء بعد ذلك تنتفي مهمته، رغم أنني أعتقد أن أي شخص
سيقبل على هذا المنصب سيعمل بقوة لأن يقدم كل ما في جعبته سواء كان عدنان الزرفي أو آخرين، لأن هذه المرحلة يعني لا تتحمل فشل آخر مضاف لتراكمات الفشل الأخرى في ظل بلد يعاني من أزمات عديدة سياسية واقتصادية حادة وأمنية وحتى صحية حقيقة. نحن لا نتحمل مزيد من الكوارث والأزمات، وبالتالي لابد وأن يرتكن الأمر إلى الشخص وإن كان لا يحظى باتفاق جماعي، لابد وأن يعني تمرير طيب. شخص يحظى بأغلبية لحد ما. طيب كلام نعم. سليم كلام سليم. طيب إذا كانت المرحلة انتقالية ولا يعني ما نقدر نقول بأنه مهمة بذاك المستوى بالنسبة للكتل السياسية، من نجي على الكتل السياسية هي لا تزال متمسكة وكأن هذه الحكومة هي باقية إلى الأزل للحفاظ على مكاسبها، تعتقد أنه فعلا المحافظة على المكاسب لمدة 6 أشهر لو أكو مخفي، يعني أكو أمور إحنا والشعب ما يعرفوها، لذلك نشوف إصرار الكتل السياسية أنه يجي شخص منهم وبيهم وده يمشي اللي يريدوه، زين هي نقول احنا الفتره مؤقته، لماذا هذا الاصرار من قبل الكتل السياسيه اذا؟ نعم الحقيقه حضرتك تعلم والجميع يعلم بانه يعني للاسف الشديد ان الجميع يتكالب من اجل مصالحه الضيقه الشخصيه على حساب او الفئويه على حساب الصالح العام، وهذا شيء يؤسفني لانه ببساطه ان تراكمات الفشل الممتد من عام 2005 عام بدا تشكيل ما يسمى بالعمليه السياسيه في العراق إلى اليوم تؤشر بأن هناك تراكمات فشل. للأمانة الموضوع هي نسبية، تتراوح ما بين شخص أسند إليه منصب رئيس الوزراء وشخص آخر حتى أكون موضوعي. إذن بالمجمل الجميع يسعى إلى مكتسبات يعني يرضي ذاته وكتلته بها على حساب الآخر وعلى حساب أيضا الصالح العام، وهذا الشيء مؤسف جدا أقوله لأنه أصبح حقيقة يعني لا نجافيه إذا قلناها بشكل صريح أمام الشعب الكريم في العموم. بالمجمل أنا أعتقد بأن هناك الآن يعني وصلنا إلى مرحلة تضاد داخل القوى السياسية بين قوسين الشيعية ذاتها في عملية التوافق على شخص رئيس الوزراء. لكن مع ذلك أنا أعتقد بأنه عندما نرى أن هناك تعارض من قبل دولة القانون والفتح والنهج الوطني والعقد الوطني، حقيقة هذه المعارضة قد لا تأتي بشيء يذكر، لأنه الجهة الأخرى أعتقد تستطيع إلى حد ما تمرير السيد عدنان الزرفي في البرلمان، لأنه أهم أزمة يواجهها الرجل هي أزمة الثقة في البرلمان. مع ذلك يعني أنا أعتقد أيضا أن السيد عدنان الزرفي يدرك تماما، وهو سياسي قديم حقيقة من عام 2003 في العملية السياسية في العراق، يدرك تماما أنه لا يمكن المضي في تشكيل أو تأليف كابينة الوزارية دون أن على أقل تقدير يعني إرضاء جزء من الكتلة المعارضة وليس كل هذه الكتلة حقيقة، لأنه طبيعة العمل السياسي في العراق لا تتحمل سياسة المجابهة أو التضاد أو حتى الـ ignore policy سياسة التجاهل والمضي. أنا أعتقد أنه مضمون يعني اعتراض القوى السياسية الأخرى بين قوسين داخل البيت الشيعي هو ربما للضغط من أجل الحصول على مكاسب وزارية أكثر ترضيهم أكثر خلال سعي السيد عدنان الزرفي لتشكيل يعني كابينة يعني الوزارية. يعني فقط المكاسب الوزارية، أن هناك معامل سياسي آخر مهم جدا لا يمكن تجاهله، هو عامل الشعب الفئات المتظاهرة الحراك الشعبي أو الشعب في العموم ومدى قناعته بالسيد عدنان الزرفي من عدمها. يعني نعم. إحنا ما عندنا ملفات فساد نخاف تنفتح قدام الناس وصير فضايح، لو فقط هي المكاسب حتى نحافظ عليها، لو تعتقد هي فترة حتى نطمطم أكثر ملفات الفساد إذا كانت موجودة، يعني هذه نقدر نقول عليها جزئية أخرى. طيب يعني عرجت جنابك إلى مسألة مهمة، قلت إنه يعني ما ممكن أنه سيد عدنان الزرفي راح يتخطى تلك الكتل نهائيا على عكس ما أجراه سلفه محمد توفيق علاوي، ولكن ربما بشيء أو بآخر راح يحاول يعطيها بعض مكاسبها حتى يحصل على المغانم أو العفو يحصل على نقدر نقول تمرير كابينته على أقل. باعتقادك إذا لم ينجح عدنان الزرفي بهذه المهمة، يعني استمالة قلوب المعارضين داخل أو أصوات المعارضين، هل تعتقد بأنه ربما ستمرر الكابينة الوزارية في حال بقيت تلك المعارضة موجودة؟ يعني هم عددهم النواب المعارضين الآن 110 تقريبا، هم نفس الرقم اللي كان يؤيد
محمد توفيق علاوي. يعني اليوم اللي كان يعارض توفيق علاوي أصبح اليوم مؤيد للزرفي، على الرغم ها على الرغم لحد هذه اللحظة لم يكن هنالك موقف واضح من الكتل الكردستانية بهذا الشأن. نعم نعم، من المهم جدا هنا على السيد عدنان الزرفي أن لا يغفله مسألة حساب الكلفة السياسية في العراق والأخذ بعين الاعتبار التجارب الماضية لسلفه أو السابقين له حقيقة. نعم. لابد وأن يرتكن هنا ليلامس بتفكيره هذه الناحية العملية حتى يستطيع أن يجابه في المستقبل القريب فيما يتعلق بتشكيل كابينته، وكذلك فيما يتعلق بنيل الثقة من قبل مجلس النواب العراقي. الحقيقة أنا قلت قبل قليل وأعتقد إلى درجة كبيرة أن السيد عدنان الزرفي سيحاول أن يفتح بابه للكتل المعارضة على أمل أن يحتويها، لأنه يدرك هو وربما كثيرون من الذين مارسوا العمل السياسي العراقي من عام 2005 بأنه من الصعوبة من مكان الاختلاف أو أن يحظى بكتلة معارضة لا يستطيع إرضاؤها، لأنه لن يوفق ربما في أدائه السياسي، لأنه في العراق نعتمد على قاعدة مهمة هي أن مخرجات، وكذلك في دول العالم، هي أن مخرجات العمل السياسي تعتمد على مدخلاته، بمعنى عندما تكون المدخلات سليمة وإيجابية ستكون المخرجات أيضا سليمة وإيجابية. وأعود وأكرر أن العراق لا يتحمل، هو في وضع لا يتحمل كدولة وكشعب وكوضع اقتصادي المزيد من المغامرات السياسية، وينبغي أن يسود يعني توافق إدراكي ما بين مجمل القوى السياسية على الشخص، يعني يستطيع لحد ما أن ينقل البلد من اللون الأسود إلى اللون الرمادي على قد تقدير، لأنه من الصعوبة أن ننتقل اللون الأبيض في ظل الظروف الاستراتيجية العميقة التي تحيط بالعراق وكذلك بسائر دول العالم، سواء عن كورونا أو الوضع الاقتصادي، لا سيما إذا ما علمنا بأن العراق مقبل على تحديات كبيرة بشقيها الاقتصادي والصحي. الاقتصادي أنه الدولار، حضرتك تعلم عفوا أنه برميل النفط يقترب من ما بين 19 دولار إلى 17 دولار في ظل يعني المضاربات الاقتصادية ما بين روسيا الاتحادية وبين السعودية فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية. هذا من جانب. الجانب الآخر هو الوضع الصحي. العراق أيضا في وضع لا يحسد عليه في ظل نقص كبير وحاد للمستلزمات المجابهة لكورونا، وباء كورونا العالمي، وهذا ما تؤشره دول كبيرة ذات إمكانية اقتصادية كبيرة كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ودول مهمة. فكيف ببلدنا العزيز العراق ونحن لا نمتلك يعني إمكانيات اقتصادية أو مستلزمات طبية وصحية لاحتواء هذا الوباء على أقل تقدير إن لم نقل مجابهته؟ طيب. نعم دكتور، هناك أنباء تواردت أو تناقلت بعض المواقع بأنه ربما هنالك إجماع شيعي على رفض الزرفي، وليلة البارحة بعض المواقع أيضا تناولت موضوع رغم أنه كاذب يعني، بس هذه الإشاعات اللي تطلع هسه حاليا بأنه الزرفي قدم استقالته أو طلب الإعفاء من هذه المهمة وكذا من هذه بسبب الضغوط اللي موجودة عليه. يقول آخر بأنه الدعم اللي حصل من التيار الصدري ومن سائرون ومن السيد مقتدى الصدر بهذه المرحلة دفع صالح لتكليفه، رغم أن صالح الرجل يعني فخامة رئيس الجمهورية يعني ابتعد عن بقية الأسماء واللي كانت كلها تشير إلى قرب مصطفى الكاظمي إلى المنصب. ما الذي غير برأيكم هذه المعادلة من مصطفى الكاظمي إلى عدنان الزرفي في اللحظات الأخيرة إذا كنت لديك معلومات؟ نعم، بالنسبة للسيد مصطفى الكاظمي الحقيقة هناك أعتقد أن هناك إجماع شيعي على رفضه مقارنة بالسيد عدنان الزرفي. واليوم أيضا تقريبا يعني يكفي هنا أن نشير بأنه مجرد نعم هنالك شبه إجماع على رفض عدنان الزرفي من قبل المكون المعني بهذا الشأن، شبه يعني ولم يكن كامل. أعتقد هناك يعني شبه إجماع ما بين بين قوسين ما يسمى بالقوة السياسية الشيعية على رفض السيد مصطفى الكاظمي، وبالتأكيد أنه بمجرد يعني خروج تيار الصدري أو كتلة سائرون عن توافقها مع كيان الفتح باتجاه التصويت أو باتجاه منح مقبولية مبدئية للسيد عدنان الزرفي، هذا مؤشر مهم أنه هو يتفوق على منافسه الآخر يعني رئيس جهاز المخابرات العراقي. يعني رغم هذا المؤشر، لأنه ببساطة حتى هناك مسألة مهمة جدا حتى نزيل الغموض عنها،
علميا هي مسألة اعتراض ما تبقى من القوى السياسية الشيعية على السيد عدنان الزرفي، وهم تحديدا يعني دولة القانون والفتح والنهج الوطني والعقد الوطني، هم يدعون بأنه السيد رئيس الجمهورية برهم صالح كان قد تجاوز أو تجاهل الإجراءات الدستورية التي تنص على أن الكتلة الأكبر هي من تكلف بترشيح شخص لرئاسة الوزراء، بينما الحقيقة الموضوعية تقول أنه انتهى شيء اسمه الكتلة الأكبر لثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول هو أن المادة 76 فقرة 3 تخول السيد رئيس الجمهورية بترشيح مرشح في حال فشل المرشح الأول عن مهمته في تشكيل الكابينة الوزارية. والاعتبار الثاني هو عمليا بمجرد خروج كتلة سائرون عن تيار الفتح، يعني انتهى ما يسمى بالكتلة الأكبر. والنقطة الثالثة والأهم من الناحية القانونية هي بمجرد أنه تصويت المحكمة الاتحادية العليا على قرار ينص بأنه الكتلة الأكبر هي الكتلة التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية مباشرة، وما معناها أنه كتلة سائرون هذا يعني نقطة قانونية ودستورية أخرى تضاف لاعتبارات الأخرى السابقة لها، وبالتأكيد هذا يدفع ويدعم عمليا ودستوريا وقانونيا رأينا المتواضع بشأن انتهاء الكتلة الأكبر، وبالتالي بشأن سلمية الإجراءات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية بتكليفه السيد يعني عدنان الزرفي. دكتور نعم. محمد، يعني تعتقد بأن سائرون لا تزال هي تملك زمام المبادرة في الطرف الآخر، يعني لدى المكون الشيعي هي الأقوى الآن بعد أن اصطفت بجانب الزرفي ولدى الفتح وغيرها، لم يكن ذلك التأثير الذي يعني موجود حاليا؟ دكتور محمد، حقيقة أنا لما أسمع السؤال بشكل كبير يعني ما عدا المبادرة من قبل أقصد يعني الفتح. نعم، هل تعتقد بأن السائرون هي الأقوى اليوم على الساحة السياسية، وهي من تملك زمام الأمور في لدى المكون الشيعي، لها الكلمة الفصل في هذا الجانب؟ يعني ننظر هنالك جانب كدولة القانون، جانب النصر، جانب الحكمة، جانب الفتح، كل هذه لم تكن بالقوة التي تملكها السائرون، لذلك اتجهت وإلى صوب دعم الزرفي، نستطيع أن نقول كذلك، أم هذا الرأي هو خاطئ؟ لا، المسألة هنا لا تتعلق بقوة سائرون بقدر ما تتعلق بانتهاء شيء اسمه الكتلة الأكبر، لأنه الجميع يعلم بأنه توافق سائرون مع تيار الفتح كان قد شكل بنظرهم بالكتلة الأكبر، بينما الآن يعني شبه نشهد عملية تفكك ما بين هذه الكتلة، وبالتالي انتهاء شيء اسمه الكتلة الأكبر. مع ذلك أن كتلة سائرون لا يمكن أن يستهان بها، لأنها يعني تضم 54 نائب في البرلمان، وهذا رقم حقيقة لا يستهان به في ظل الانقسامات الشديدة التي تشهدها العراق سياسيا ما بين الكتل والفئات السياسية. عندما يتم احتساب الأمور عدديا، على سبيل المثال كتلة سائرون 54 مقعد، بالإضافة إلى يعني ائتلاف النصر ومقعده أيضا مهمة، وكذلك التحالف الكردستاني، وكذلك يعني قائمة السيد الحلبوسي وما شابه، إذن هي تعطي نوع من التطمينات بأنه ربما نشهد تمرير السيد عدنان الزرفي. لكن أعود وأكرر مرة أخرى بشكل موضوعي، أعتقد بأن السيد عدنان الزرفي ربما لن يرتكن إلى هذا الخيار، على الأغلب إنه سيعود مرة أخرى لمحاولة استيعاب أولئك الذين اعترضوا عليه، ربما عبر تطمينات أو ربما يعني إلى حد ما استيعابهم بخطط يعني سياسية يعني يكفل بها الرجل أغلبية مريحة في البرلمان. نعم. ويزيل هاجس القلق من منح الثقة من عدمها في المرحلة المقبلة، وتحديدا داخل مجلس النواب العراقي. الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمد القيسي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر السكايب، شكرا لك مرة أخرى. إذن مشاهدينا، مع ما تفضل به ضيفي دكتور محمد القيسي، ممكن اختزال موضوع مهم، أنه بغض النظر كما ذكرنا عن خلفيات الزرفي ومواصفاته وظروف ترشيحه أيضا، ربما فإن المؤشرات تؤكد أنه قد يمرر حكومته من خلال قد تمارس بعض الكتل القوية في داخل مجلس النواب ضغوطا على الكتل الأخرى، وقد يكون هو الزرفي يمارس أيضا عملية المناورة السياسية أو الأسلوب الإقناع الذي هو يمتلكه كما يتحدث عنه في ذلك مقربون.
بعض المقربين من رجل قالوا لنا شخصيا بأنه رجل مناسب وقوي، ولكن ربما التركة كبيرة وإقناع الكتل السياسية على غرار ما حدث مع محمد توفيق علاوي ربما سنشاهده مرة أخرى، وهنا قد تحبط هذه المعنويات التوقعات المستقبلية التي تقول بأنه يمتلك أسلوب للقناعة الطرف الرافض له، وهذا ما سيظهره وستظهره أيضا من خلال برامجه المقبلة، بالإضافة إلى تأكيداته إلى الطرق التي سيسلكها بالفترة المقبلة. تقبلوا تحياتي مشاهدينا ولكادر العمل تحديدا في الإخراج والهندسة الصوتية والصورية، شكرا لهم جميعا، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا لحسن المتابعة. في أمان الله.